وموعدنا اليوم من ملعب المدينة التعليمية، أحد الشواهد التاريخية أيضا على بطولة كأس العالم 2022، واليوم أيضا للمرة الثانية يستضيف بطولة كبرى، ولأكثر من ذلك بحكم أيضا أن ملعب المدينة التعليمية كان قد استضافت قبل ذلك مباريات بطولة كأس العالم. ياسر السلطان حكما مساعدا ثانيا في هذه المواجهة وهذا اللقاء على مستوى التحكيم، بينما عراقية ملعوبة داخل منطقة الجزاء، نزالت موريتا وتارو اندو في منتخب اليابان. تشكيلة سبق وأن فاز باللقب كلاعب، كرة وتسديدة قوية، سوزوكي الجزاء، وسود الرافدين، وسود الرافدين، لا 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 لا، بوتومر بوتومر، جول وفعل، جول وفعل، سأعاقب منتخبات آسيا والعقاب يأتي على الكمبيوتر. الله يا عراقي، الله يا عراقي. تحولت في الجانب المقابل، أبعدت في التوقيت المناسب، عادت لمصلحة المنتخب الياباني. صافرة موجود، العديد من الجماهير، كرة محاولة ملعوبة، لكن أيضا في كوبو داخل منطقة الجزاء إبعاده. ذلك التاريخ ومنذ ذلك اللقاء في عام 1988 لم يخسر المنتخب الياباني. في الجهة اليمنى عرضية داخل منطقة الجزاء لأحداث هذه المواجهة، وإلى الآن إلى الآن توقيت فازت العراق بهدف مقابل لا شيء في المنطقة. محاولة خطيرة جدا، عرضية إلى خارج أرضية الميدان، ومحاولة إلى ركلة مرمى، إلى ركلة مرمى. أتحدث عن ذكريات الفريقين، التقوا مرتين في عام 2000 المنتخب الياباني في الكرة، والثلاثة أهداف إلى حد هذه اللحظة، بينما هنالك سبعة لاعبين يسجل من خلال أهداف هذا اللقاء. كرة بمحاولة ملعوبة لهر في الدوحة، في الدوحة، في الدوحة، لا زالت مستمرة وقائمة، لا زالت حاضرة، فرصة لليابان، وبعد ذلك عند حارس المرمى جلال حسن، جلال حسن لعبها إلى إبراهيم بايش، ينطلق إبراهيم في الجهة، لاعب ليفربول يلعب الكرة في الجهة على مشارف المنطقة عن طريق اللاعب مينامينو. محاولة مينامينو ملعوبة إلى خارج أرضية الميدان، لا زالت في أرضية الميدان، ولعبت الكرة، والمحاولة خطيرة جدا، خطيرة إلى خارج أرضية الملعب. كرة واتارو إندو، كرة واتارو إل، هنالك من ينزف، هنالك من فازت اليابان. اليوم الوضع مختلف، عرض إندو يلعبها في الجهات اليمنى، عرضية ملعوبة، جلال 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 في التوقيت المناسب يتدخل ويبعد منطقة الجزاء. عادت من جديد يابات الأيمن حسين، مر بعد ذلك إبراهيم، لا زالت مستمرة وقائمة، رأسية وحافظت على نظافة الشباك، ملعوبة من علي جار، كرة بمحاولة تسديدة قوية إلى خارج أرضية الملعب، إلى خارج أرضية الملعب. كرة تمر، محاولة أمامية، تأخر جلال حسن، تأخر جلال حسن في الخروج، والكرة بعد ذلك إلى خارج. هكذا يجب أن يكون آسيا. كرة بمحاولة ملعوبة في الجهات اليسرى، كرة بمحاولة ملعوبة خطيرة الرأسية، لكن إلى خارج أرضية الميدان، والمحاولة بعد ذلك هي منتخب العراق البحث عن الأرضية.